لو الحكاية فيها إن فيجو. الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضله، لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. صدق الله العظيم. منطوق الحكم الصادر بالجناية رقم 10790 لعام 2013 جنايات مدن جديد، المقيد برقم كلي 936/2013 شرط القاهرة. إن الحكم إلا لله. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد مطالعة المواد 304-1-2 و313 و384 فقرة 1-ألف-جيم والمواد 39 و40 و41 و43 و86 و171 و280 و282 و375 مكررا و375 فقرة 1 مكرر 1000 من قانون العقوبات، والمادة 116 من قانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن الطفل المعدل بالقانون رقم 126 لعام 2008 والمادة 32 من قانون العقوبات. حكمت المحكمة حضورية للأول والثاني والثالث والرابع والسابع والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر وغيابيا للخامس والسادس والثامن والتاسع والعاشر والخامس عشر. أولا، برفض الدستور بعدم اختصاص المحكمة وباختصاصها بنظر الدعوة. ثانيا، بمعاقبة كل من أسعد محمد أحمد الشيخ وأحمد محمد عبد العاطي وأيمن عبد الرؤوف علي أحمد هدهد وعلاء حمزة علي السيد ولملوم مكاوي جمعة عبيد وهاني سيد توفيق سيد وأحمد مصطفى حسين محمد المبير وعبد الرحمن عز الناس ومحمد محمد موسى العياط ومحمد محمد إبراهيم الزيتاني وعصام الدين محمد حسين العريان ووجدي عبد الحميد محمد غنيم بالسجن المشدد لمدة 20 سنة والوضعين تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات وإلزامهم المصاريف الجنائية، وذلك عن تهمتي استعراض القوة والعنف والقبض والاحتجاز المقترن بالتعذيبات البدنية. ثالثا، بمعاقبة كل من عبد الحكيم إسماعيل عبد الرحمن وجمال صابر محمد مصطفى بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وبوضعهما تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات وإلزامهما المصاريف الجنائية، وذلك عن تهمتي استعراض القوة والعنف والقبض والاحتجاز المقترن بالتعذيبات البدنية. رابعا، لإحالة الدعوة المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصروفات، وعلى قلم كتاب تلك المحكمة تحديد جلسة لنظرها وإعلان الخصوم بها. خامسا، ببراءة جميع المتهمين سالف الذكر مما نسب إليه من تهم القتل العمد، إحراز السلاح والذخائر بدون ترخيص والقبض العمد. انتهى بالكسر.